ولهذا سعد لما كان تقيا غنيا زاهدا عابدا فاضلا من الله تعالى عليه بإجابة الدعوة، كانت دعوة مستجابة على الفور. وقعت بينه وبين أحد الصحابة خصومة، فضربه الرجل بالدرة، ضرب سعد، فقام سعد ليدعو عليه، قال له مش ضربتني؟ دار يصلي ويدعو عليه، فقال الرجل يا سعد لا تدعو، خذ الدرة واقتص، شيل قال له اضربني زي ما ضربتك بس، دعاء ده ما داري، ربنا استجاب له دعاءه. لكن انتبهوا أيها المسلمون الكرام، مع هذه الدعوات المستجابة لم يفتتن الصحابة بسعد، ما قالوا ندعو سعد وسعد ننده من دون الله زي ما بيعملوا الناس الليلة. والله في ناس أكان الله أدهم اللي أدى سعد ده، الأدى لسعد لو أدى لناس الليلة كان يفتحوا لك مكتب في السوق العربي، يسموا لك مكتب الدعوات المستجابة، تدفع 200 جنيه ندعو لك. ناس بتاجروا بالدين، في ناس في هذه الأمة يتاجروا بالدين ويتلاعبوا بعقائد الأمة. ما في زول كان عنده عقيدة في سعد بيدعو ولا بينده، ولا الآن عند في القبر بتاعه في تابوت ولا بنية بانينا عليهم، والناس بيجي يبركوا عندها ويعبدوا سعد مع هذه الفضيلة العظيمة اليوم. سعد رضي الله عنه رجل عظيم، لا يكفي هذا المنبر إلى استيعاب فضائله ومنازله العظيمة. رضي الله عنه وأرضاه، مات سعد على عمر يربو على 80 عاما، وقد دخل الإسلام وهو ابن 17 عاما تقريبا، 17 سنة، وليس في لحيته شعرة واحدة، وعاش هذا الزمان إلى أن مات فوق 80 رضي الله عنه. لما جاء عند الموت نقل الذهبي أنه كان عند الموت وعنده ابنه مصعب ابن سعد، فلما رأى مصعب ما بأبيه من الموت والسكرات بكى رضي الله عنه، فقال له أبوه سعد ما يبكيك يا بني؟ قال لما أرى ما نزل بك وما بك يا أبتاه. قال يا بني لا تبكي علي، فإن الله لا يعذبني وإني من أهل الجنة. قال الإمام الذهبي معلقا صدق والله، فهنيئا له. وهذا من فقه سعد العظيم، أن الإنسان أيها الأحبة الكرام إذا كان عند الموت ينبغي له أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، لأن الإنسان إذا أحسن الظن بالله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه فرضي عنه. وهذا من فقهه العظيم.